خالد مين يا ابني اللي انت شفته؟ خالد مات. مات ازاي؟ امال اللي شفته ده ايه عفريته؟ انت يظهر مش متابع، ده خبر اغتياله مال التلفزيون والجرايد. متابع ولا مش متابع، اهم حاجه ان انا شفته بعيني وخلاص. انت متاكد من الكلام ده؟ متاكد زي ما انت قاعد قدامي دلوقتي. لا ده كده الحكايه تبقى كبيره قوي. حكايه ايه يا بابا؟ وايه موضوع خالد اللي مات وظهر زي الجن فجاه كده امبارح وهو مع مشيره؟ انا ما بقتش فاهم حاجه. انا عايزك تنسى اللي شفته ده تماما، وابعد عن الموضوع ده خالص. ابعد عن الموضوع ازاي؟ هي الست دي سحرالك؟ انت لازم تفوق لنفسك يا بابا، الهاني مراتك هتسوق سمعتنا. اسمع الكلام ما تبقاش غبي. مشيرة لو بتلعب بدلها انا مش هرحمها. هي لسه فيها لو، انا بقولك شايفها بعيني. وانا مصدقك. اخرج انت بره الموضوع ده خالص وسيبها لي، وانا هخليك تسمع اللي يرضيك وتعرف ان مش سليم البستاني اللي يسيب حد يلعب بيه ولا يهز اسمه او سمعته. هتشوف ده قريب قوي يا اكمل، هوريك انا هعمل فيها ايه. بس كله بالعقل. انا من رايي بقى تطلقها وتغور في 60 داهيه، بس من غير تهور ولا شوشره. ما تخافش، لا هيبقى في تهور ولا شوشره. اصبر انت بس على رزقك واتفرج من بعيد لبعيد، وانا بدفعها تمن عمايلها من غير لا حد يحس بينا ولا يبسنا.